50 بلداً مختلفاً، تجمع ما يربو على 4000 فلسطيني من فلسطيني الخارج في أول مؤتمر شعبي يضمهم في مدينة إسطنبول التركية. اجتمعوا تحت شعار مشروعنا الوطني طريق عودتنا. يعني أنا دعيت للمشاركة واستجبت، أعتقد أنه يعني هذه حركة ومبادرة جميلة وذات أهمية أن يلتقي فلسطينيو الخارج في هذا المكان ليوحدوا جهودهم وطاقاتهم وقدراتهم من أجل خدمة وطنه وخدمة قضيتهم. هذا أمر مهم وهو في زمن أوسلو يصبح أكثر أهمية. لأن هذا المؤتمر يخص الشعب الفلسطيني وما يهدد الوجود الفلسطيني والتنازلات والتحولات والتآمرات التي دارت على هذا الشعب. المؤتمر والذي استمر على مدار يومين بحضور كثير من المفكرين والرموز الفلسطينية أثار جدلاً واسعاً في الساحة الفلسطينية ما بين مؤيد ومعارض. فهذه رسالة أن الشعب الفلسطيني لا زال موجوداً، هو جزء منتمي لأمة العربية والإسلامية، لكنه لا يذوب في البعد العربي والإسلامي على حساب فلسطين، إنما يذوب في البعد العربي والإسلامي لفلسطين. فهذه الرسالة التي جئنا لنقولها، أننا رغم أننا معتزون في أماكن تواجدنا والجنسيات التي ننتمي إليها والدول، لكننا أيضا نقول أننا كشعب فلسطيني حاضرين نرفض أن يتم تغييبنا أو تذويبنا أو إلغاء وجودنا في المعادلة الفلسطينية. مشاركتي هي واجب وأمانة في عنق مشاركة الشعب الفلسطيني لنقل وتحمل هم القضية الفلسطينية، وأقل ما فيها يعني أنا بدي أنقل قضية ومعاناة الأسرى الفلسطينيين الموجودين ما زالوا تحت الاحتلال واللي ما زالوا لليوم منهم من هو مطعم عن الطعام. الحضور والمنظمون أكدوا جميعا رفضهم الانقسام الفلسطيني ورفضهم اتفاقية أوسلو، إضافة لسعيهم لتفعيل دورهم على الصعيد السياسي والاجتماعي والإعلامي. الجيل الذي نشأ في الشتات وجه حضوره رسائل على المستوى السياسي والشعبي بأن ولادته في الخارج لن تسلب حق العودة. بعرفهم كيف انه كنت انا انه كيف الجمال هناك والخضار وكيف الاماكن وكيف انه هن جريئين، كيف واحد بيتعامل مع الأصحاب. جاية من السويد من مالمو، وسبب اشتراكي هو حسرة أهلي على فلسطين. يعني أمي وأبوي ماتوا وهن حسرة أنه يترجعوا لفلسطين، يقولوا اليوم وبكرة اليوم وبكرة، بس بإذن الله بإذن واحد أحد إن شاء الله رح نضل لآخر يوم بعمرنا حتى إن شاء الله تتحرر فلسطين كلها وترجع لنا القدس بإذن واحد أحد يا رب. بحضور آلاف فلسطيني الشتات بمختلف لغاتهم ولهجاتهم وجوازاتهم التي يحملونها، إلا أنهم جميعا يؤكدون على عدم التنازل عن حقهم التاريخي في فلسطين. من المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج في اسطنبول ولقناة دار الإيمان كفاح بني سلامة.